يجوز الدعاء للميت عند دفنه؟ وهل يكون الدعاء سرا ام جهرا؟ يجيب عن هذا رسالة فضيلة الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اجمع الفقهاء على استحباب الاستغفار والدعاء للميت قبل الانصراف من تشيعه، استدلالا بما رواه ابو داود والحاكم وصححه عن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لاخيكم وسلوا الله له بالتثبيت فانه الان يسأل. ففي هذا الحديث دلالة على انتفاع الميت باستغفار الحي له، وعليه ورد قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما مدة الدعاء للميت عند القبر فلم يرد فيها تقدير محدد، فيرجع في ذلك إلى ما يتعارف الناس عليه. وقد نص الإمام الشافعي في كتابه الأم على أنه يستحب لكل المشيعين أن ينقصوا على القبر بعد الدفن ساعة يدعون فيها للميت ويستغفروا الله له. قال الشافعي: وقد بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن بقدر ما تنحر جزور، أي جمل. قال الشافعي: وهذا أحسن، ولم أرى الناس يصنعونه. ولا توجد صيغة معينة للدعاء الميت، وإنما الوارد هو الأمر بالإخلاص في الدعاء عند الصلاة عليه، وذلك فيما أخرجه ابن حبان وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا لها الدعاء. وقد كان الإمام علي يقول بعدما يفرغ من دفن الميت: اللهم إن هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، فاغفر له ووسع في مدخله. وهل يكون الدعاء للميت عند قبره سرا ام جهرا؟ لم يرد في ذلك امر ولا نهي، فيكون الحكم على السعة. لا بأس ان يكون الدعاء للميت عند قبره سرا، ولا حرج ان يكون علنا، ولا بأس ان يكون فرادا او في جماعة، لعموم قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه.